من الـ LBCI أهلا بكم، إليكم أبرز العناوين. اليوم الأول للحرب، ضربة قوية للنصرة وداعش ودمشق متجاوبة. زوجة العسكري المخطوف علي البزال تدعو إلى قبول المقايدة. تتابعون في النشر موعد جديد لجلسة جديدة التاسع من تشرين الأول المقبل. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي ونيكول الحجر. مساء الخير، هل هي حرب جديدة؟ هل هو اليوم الأول منها؟ ماذا عن اليوم الثاني؟ إذا كان الهدف منها القضاء على تنظيم داعش ووجه جبهة النصرة، فما هو معنى القضاء؟ وماذا لو انتقل هذان التنظيمان من مكان إلى آخر داخل سوريا أو داخل العراق؟ واشنطن حمت ظهرها عربياً فقالت إنها ليست وحدها في هذه الحرب، شركاؤها هم السعودية والإمارات والأردن والبحرين، وسيلتقي الرئيس أوباما ممثلي هذه الدول اليوم. دمشق سعت لأن تكون شريكة، لكن محللين قالوا إنها غير قادرة على الاعتراض، وهي أوحت بأنها أعلمت من الجانب الأمريكي بالعملية. السؤال هنا، إذا كانت حرب التحالف على داعش والنصرة سيقتصر بل ستقتصر على الضربات الجوية، فماذا عن القسم الثاني من هذه الحرب والذي يتمثل بالسيطرة البرية؟ لا جواب. في الانتظار، لبنان غارق في الترقب، فقضية العسكريين المخطوفين تراوح مكانها رغم كل التصعيد والتحركات الميدانية. أما رئاسياً فموعد الجلسة المقبلة التاسع من تشرين الأول المقبل.